قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان إنسان جبنا وجرعتا يبقى هو الإنسان إنسان قلب انتمنى وانجرى عين بكت حزن وفارة يمشي يعمر دنيتا يبطش يدم صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سام أريد تفسير واحد للتصرف اللي تصرفتيه. تتصنطي علي أنا؟ ليش؟ ايش بتستفيدي؟ اتكلمي ليش ما تردي؟ اهدي العمة. وهذه خلت فيها عمة ولا خالة؟ ما عليه العمة اهدي، اكيد ما تقصد شيء. اذا تتكلم. هذا انا اسألها. ليش تتصنت علي؟ من اللي طلب منها؟ ما حد، اقسم ليش ما حد. اذا ليش؟ ليش؟ فضول، مجرد فضول. لما شفت العم راشد داخل المحل وهو متضايق قلت اكيد في شيء وحبيت اعرف ايش فيه لا اكثر ولا اقل. وانت ايش اللي يعنيك علشان تعرفي؟ سبق وحذرتك وانت ابدا ولا كانك سمعتيني. انا اسفه واوعدك انها ما بتتكرر مني مره ثانيه. خلاص لا ثانيه ولا ثالثه. تفضل مع السلامة. وبس تجهز مستحقاتك بنكلمك عشان تستلميها. العمة أنا اتفضلي مع السلامة.
عارفة إنك حاسة بضيق، وما حد ممكن يلومك في هذا التصرف، بس نحن تعودنا منك صماحة قلبك. ممكن هذا اللي يخلي البعض ما يقدروا معنى التسامح، فكروه تساهل وضعف. ثريا، أنت عارفة بكل المخالفات اللي تسويها هند في المحل، عدم الالتزام بأوقات الدوام، العطور اللي تاخذها وتبيعها برا، المبالغ اللي تغيب بحكم خطأ في الفواتير. أقول أكثر ولا يكفي؟ بغيتك تعرف إن أنا عارفة كل شيء، ومع هذا ساكتة علشان جدها وأمها و... ثريا تفضلي شوفي شغلك وخلينا الحين. كذا يكون الحساب كامل، بعد يومين ان شاء الله بنخفضك بالسعر القديم. لا يكون ناوي نزود السعر مره ثانيه، هذا الشهر زودتوه ما يصير كذا. ما يصير. احنا ما زودنا السعر الا بعد ما عرفنا قيمته في السوق، كم تبيعه سواء هنا ولا في الخارج. تكلم كل شيء يا خميس، نحن متى نتعامل معاك؟ عمران هو اللي ماسك كل شيء الحين. ومثل ما انتم تراعوا مصالحكم احنا بعد. هذا كلامك؟ زين، مع السلامة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، طال عمرك. والله لو كنت اعرف انت اللي تتصلي كان رديت من زمان. نعم ان شاء الله ان شاء الله، بسرعة وقت ولا يهمش طال عمرك. ان شاء الله، يعطيك العافيه. مع السلامه. مع السلامه. الظاهر اللي بغيته صار يا ولد. انسان قلب تمنى يا عم الدنيا يبطش دم اخوته. ايش اللي يخليك تطالب بحقوقك عندك؟ ما كان ودي اطالب، بس ضرورة الاشياء هي اللي اجبرت. ضرورة الأشياء. اللي أعرفه إنك والحمد لله ميسور. والحمد لله. صدقني، الدعوة القضائية اللي أنا رفعتها أنا ما أقصد منها الفلوس. أنا هدفي أكبر من كذا بكثير. يكفي إني أقول لك لأنها المدخل الرئيسي لإخواني الثلاثة. أتوقع إن الأمور بتتعقد. ومن يدري؟ يمكن كثرة التعقيد بتساعد على حلها. أنت طلبتني وما طلبت معي ساعد مثل كل مرة. أفهم إني ممكن أساعد بشيء؟ أنت وسعد بمثابة الأولاد عندي، وأنا حاط لكم ذخر وعود. بس اللي أريدك تعرفه إنه بيكون لك دور مهم في الصراع بيني وبين إخواني. أنا؟ عفواً، وأنا إيش دخلني؟ أنا بدخلك في الموضوع، أمزح معك. اللي قصدت أقوله أنك أكيد بتتدخل في الموضوع ما دامك تعرفني وتعرف ماجدة وقيسر. ورضية وشداد. على فكرة شداد خضع للفحوصات وبدأ يأخذ العلاج. بسم الله. أيوة معك.
طمنهم اننا مستعدين نتعامل مع فندقهم، بس هذه المره يكون لنا حصه اكبر. والله هذا اذا كان يناسبهم، انا ما لوحدي ترى. خلاص هو الكلام، خليهم يفكروا على راحتهم، واهم شيء انهم ما يتاخروا علينا في الرد. ولا طبيعي يا حبيبي انه الجاهز يكون له النصيب المضمون. خلاص تمام، انا في انتظار ردك، وتاكد انك بتاخذ عمولتك. خلاص مع السلامة. سبحان من غير الأحوال، اللي ما يعرفك أول ما يقول أنك أنت اللي كنت. يكفي أني عرفت نفسي زين يا أخت ريا. أنا آسفة. ولا يهمك، عموما أنا جيت بناء على طلب العمة وعد، بس الظاهر أنها بتتأخر. الظاهر انك مستعجل واجد. اللي اعرفه عنها دقة مواعيدها. معك حق، هي متعودة توصل قبل هذا الوقت بنص ساعة. لا اكيد صاير شيء مهم عندها. طيب انا بروح لانه عندي موعد ثاني، وعلى انتظار اتصالها ان شاء الله. صح، الرسالة اللي اعطيتك اياها وصلتيها لزميلتك هند؟ اموت واعرف ايش جالسين يقول بالداخل. الظاهر انه اجتماع خاص وسري، ما سمعت عمي زايد يقول ما حد يدخل علينا. وهذا اللي غايضني، ليش انا ما معاهم؟ وش معنى وعد؟ يا امي اللي مزعلنك الحين ان عمتي وعد موجوده بينهم. يا جماعه الخير ترى هذول اخوان، واكيد جلستهم مع بعض تدل ان في موضوع يخص العيله. ايوه ونحن ما من العيله، ما كذاك؟ انا لازم ادخلهم. عمتي هذا بيضايق عمي زايد عليش، وانت تعرفي بروحي شي بسوي. روحي بودي لهم الشاي ولا العصير. هذه امك يا رضيه طول عمرها كذاك، ما تحب شيء يفوتها. رضية. أيوة ماجدة، إيش كنت تقولي؟ إيش كنت أقول؟ خير رضية إيش فيكي؟ لا أسأل، ما تعرفي ليش هذا الاجتماع؟ لا تتهربي من الموضوع. خير إيش فيكي؟ طول الوقت شايفت إنك سرحانة. عين البكات حزن وفراح. الفايدة الحين لماجد، والسبب شككم فيني. يعني لو ما لغيتوا ذاك التوكيل كنا ما جلسنا هذه الجلسة. حتى لو ذاك التوكيل كان ساري المفعول، فبمجرد ظهور ماجد ممكن يطالب بإلغائه لأنه وريث مثلنا. أيوة بس هذا ياخذ وقت، وفي ذاك الوقت احنا ممكن نتصرف. الحين انتوا خليكم من سالفة لو ولو، وخبروني كيف بتتصرفوا. أكيد بياخذ حصة من الورث، ولا ايش رايك يا زايد؟ بالاول نسمع راي وعد. ها وعد ياخذ حصته من الورث؟ ياخذ حصته بس ما يراوينا وجهه. وهذا بعد ما نقدر نضمن انه ما يصير. ليش؟ لا تسكت، قول لي ليش. لأنه مثل ما له حق في الأموال والأراضي والشركة اللي قامت عليه، له حق ونصيب في البيت يا وعد. لا كله إلا البيت. يعني إيش؟ يجي يسكن هنا مرة ثانية ويكون وجهه بوجهه؟ لا لا وألف لا، أموت ولا يصير هذا الشيء. وعد أرجوك تهدى أعصابك، من عرفت بوجوده وانتي على هذه الحالة. قول لي ذاك الشيطان موجود وتريدني اهدى؟ زين ترى احنا جالسين نتكلم حتى نحصل على حل. يلا قل لي ايش الحل؟ ليش ساكت؟ هو جاي ومحاوطنا،
والله العالم على ايش ناوي. قولها شيء، لا تجلس ساكت، ولا عاجب منك اللي هي فيه. ايش اقول؟ هي عندها حق بكل شيء تتوقعه منه. هذاك طول عمره ما عنده غير الأذية. زايد، هذا الكلام ما وقته. وانت ادرى. سو أي شيء. أي شيء، ولا ماجد يرجع البيت. أي شيء. مثل إيش؟ هذا ترى بعد أخونا ومن حقه. أنت تريد تجنني يعني؟ ولا كأنك عارف اللي سواه. وعد، وعد، اهدي. زين، ايش رايك ندفع له فلوس عن حصته في البيت؟ وبكذا اخلص نفسه من هذا كله. زين اذا هو رضى، لكنه اذا عاند وقال لا، فلا المحكمة تقدر تجبره، ولا نحن نقدر. لا، لا ما ممكن. ما ممكن. كيف ممكن اشوفه مرة ثانية؟ كيف ممكن اشوفه مرة ثانية وانتوا تعرفوا؟ ليش اتعذب طول عمري بسببه؟ ليش؟ يعني لازم يكون موتي على ايدينا؟ لا لا يمكن، لا يمكن. وين؟ ايش بغيت تعرف بالضبط يا قيصر؟ وانا اقول لك عليه. اريد اعرف كل شيء. وايش اللي صار بينكم من زمان؟ اكيد خبروك. ما معقوله ما تعرف. يعني كلامهم صحيح؟ وانت اللي غلطت عليهم؟ صحيح. وانا سبق وخبرتك بهذا الشيء. وانت كانك اقتنعت. بس اللي فهمته من كلامك ان هم بعد غلطوا عليك، او انك ما تتحمل مسؤوليه اللي صار لوحدك. قيصر، اختصر لنفسك المسافه وقول لي ايش اللي حرك مثل هذه الاسئله في راسك من جديد. ليش؟ ليش ما خبرتني ان عندك مثل هذه الشركه الكبيره وداخلك كمناسب شركتنا؟ لان ما جت الفرصه المناسبه عشان اقول لك. وفكره المنافسه مطروحه وفارضة نفسها ما دمنا في سوق حرة. لا، انت ما دخلت في هذا المشروع الا لانك عارف ان ابوي يفكر فيه. وهذا في ايش يمنع؟ انت ليش جالس تخلط الامور في بعضها؟ لا تسكت وقول اللي في بالك احسن.
اعذرني اقول لك انك انت اللي ما قادر تفصل الامور عن بعضها. راجع وفي راسك شيء اكبر من اللي كان يدور في بالي. حتى طريقتك في الظهور كانت غريبه. بعدني اذكر كيف التقينا اول مره. وانا ما نسيت، واحمد ربي اللي خليتك تصلي ذاك اليوم. بعدني اصلي ولبكره، بس ما تمنيت طريقتك تكون كذاك. يا ولد اخوي، انا حاولت اتقرب منكم بعيد عن اللي سمعتوه عني، لان لو جيتكم بشكل مباشر اكيد ما بتتقبلوني. تفضل يا ماجد. اقول لك نحن ابو الفضل؟ معقوله؟ عموما انا خمنت اني اشوفك هنا بعد ما عرفت انك منطلق من هذه الشركه. هاي يا عمي، هاي يا عمي ماجد، الحين وش بتقول؟ اعتقد ان كل شيء واضح، والحين اتاكدت انك تتخبى ورا قناع، مجرد قناع زايد. بس خلاص انكشف يا قيصر. ايوه ماجد، اكلمك بعد شويه. ايش عمتي وعد في المستشفى؟ طيب طيب خلاص، انا جاي انا جاي. قيصر وفر كلامك، خلاص كل شيء بان. واريدك تعرف انه عمتي وعد من البارحه تعبانه، وهي الحين في المستشفى بسببك. بس اريدك تتاكد زين انه ما بنسكت لك. انا مصدومه فيك. ليه ليه كده يا ماجد؟ قول لي ايه الفرق دلوقتي بينك وبين يوسف؟ دلال ارجوك تهدي. سيب ايدي. يعني ايه؟ يعني ايه عشان تخرج معايا تدي يوسف فلوس وكاني ده اسلوب رخيص وسخيف؟ ليه؟ ليه تخليتها نصيتك؟ ليه عشان تكسب ود يوسف؟ حرام عليك، حرام عليك، ده انا ما صدقت لقيتك. حرام عليك. أنا اللي ما صدقت إني لقيتك يا دلال، لأني وحق ربي حبيتك. أعترف إن الأسلوب كان خاطئ، بس النية سليمة، وما يعادلها إلا رضاك عني. سامحيني واعذريني. يقولوا الضروريات تبيح المحظورات، وإني أشوفك كانت ضرورة. لو عملناها وقدمنا الغاية على حساب الوسيلة، ايه اللي هيفضل لنا يا ماجد؟ صدقني يا ماجد، نفوسنا هتموت وهنتحول لبقايا بشر. الامور اتعقدت يا ماجد. ادري، واتمنى انها ما تتعقد اكثر من كده. هتقعد ساكت لمتين وما هتدافع عن نفسك؟ أريدهم هم يدافعوا عني، وهذا المستحيل. وعد. يلا الطف الطف وارحم يا رب، وخرج وعد بالسلامة يا الله. طمنا يا دكتور. الحمد لله حالتها مستقرة، بس لازم تضل عندنا كم يوم عشان تطمن أكثر. على يدكم. ما تشوف الشر يا وعد؟
اسمع وعدت والحمد لله، الحمد لله انك بخير. خلونا يدخل البيت يا راشد. انت في ايش ولا في ايش يا وعد؟ انسى الموضوع الحين الله يهديش. وقال وعدوني ما يصير اي شيء رسول عني. كافي صح؟ سهيل تكلم. تطمني يا وعد، ما بيصير الا اللي نحن نريده. طمني وخلي الموضوع علي انا. عين البكات حزن وفراح. كل هذا يصير وأنا ما عندي خبر. أنت كنت تعبان ونايم فقلت أخبرك لما تصحى. عمي ماجد هو السبب في الحالة اللي فيها عمتي وعد. طيب إيش رأيك نزورها؟ أنا؟ أيوة ليش لا؟ أنا علاقتي معها كانت حتى الجفة اللي كنت أعلن لها كان بدون سبب. ما في شيء بدون سبب. صح. الأكيد أني مقصر في حقها. بس إيش اللي خلى الأمور توصل لهذه الدرجة؟ لحد الحين ما عرفنا السبب. بس المهم الحين صحة عمتي وعد. عندك حق. نحن لازم نزورها. بكون سعيدة لو سويتها يا شداد. بتكوني سعيدة؟ أكيد. ليش ما مصدقني؟ مصدقنك بس مستغرب. الحين عرفت إنه أبسط الأشياء ممكن تحقق السعادة. أبسطها وأجملها وأقربها للنفس تحقق السعادة وأكثر. وفي أكثر من السعادة؟ أيوة دوامها. السعادة لما تدوم تحيا القلوب وتهنى براحة البال. ساعتها الحب يكبر وما يبقى للكره أي مكان. وين على الوريان؟ تحت بالصالة. يلا تنشط روح خذ لك سبحة لحد ما جهز لك الأكل. هلا رقية. الحمد لله. تفضل عمي. نواف ما طمنك انها بخير؟ بايش اقدر اخدمك؟ سعد خليني ادور. خاطرك تروح مكان معين عمي؟ أريد أشوف وعد. أنا مقدر إحساسك يا عمي بس سبق وقلت إنك بتشوفه في الوقت المناسب. يا ليت لو كنا ندرك متى الوقت يكون مناسب يا ولدي. وعد كل مرة تضيع وأنا السبب. علتها في وجودي، خصتها بسببي، قهرها أنا، وأنا عاجز أسوي شيء علشان هي ترتاح. أنا
وعد لحقي عليه. أنا تعبان وعطشان. وعد وعد. اشرب اشرب حبيبي اشرب. والله ما تستاهل كل هذا. بطليني بطليني بسرعة. ودي بس لو عرف زايد. هو راح وطفر خلاص. بطليني. انت اللي ما رحم نفسك وما تسمع الكلام. ما ليش خص. بطليني يا وعد بطليني. الله يخليش بطليني. وعد وش اللي قاعد تسوي؟ من امس هو على هذه الحالة. انت تريدوا تقتلوه؟ ما حد مخرب هذا الولد غير كلامك هذا. يلا دخلوا خليه. انزين لمتى؟ حرام عليكم. لين باكر الصبح خليه مربوط هنا عشان يتعذب. انا ادري انت وراشد ما تحبوه لانه ما خليسكم، بس انا ما ارضى. انا قتل شغلي. كانت كل مرة تجد دافع عنه وهو ابدا ولا يعتبر، ونحن اخوانها اشقاء تحسبنا حقنا عليه، والنتيجة تأذت منه أذى ما قدرت تنساه طول عمرها. كان يأثر على الكل بخبثه علشان يكونوا معه حتى ولو كره. هيا ليش بتقول لو عرفت إن أبو الفضل معاه؟ أبو الفضل؟ معقولة؟ أكيد يا أبوي، لأني شفته في مكتبه. كيف ما انتبهت؟ كيف؟ لا تلوم نفسك يا أبوي، لأن مثل ما قلت عمي ماجد ما يخلي شيء للصدفة. هو اللي خطط والكل ينفذ. بس لازم ابهدل هذا ابو الفضل. لازم. هذه خليها علي انا يا ابوي، وفي وقت المناسب. هو الحين يا قيصر عرفت من هو عمك ماجد؟ عرفته زين يا ابوي، وما حد يلومك على اي شيء تسوي فيه. الحمد لله أنك بخير، وكنت أتمنى تشوفك بعد هذه السنوات في ظرف أحسن. مشكورة. رضية خبرتني برغبتك، وإن شاء الله بس أتعافى نلتقي ونتعاون في الشغل. بس تأكدي زيارتي لك من طيب خاطر بعيد عن الشغل. سامحيني واعذريني. مشكورة على الورد. يضايقك لو قلت لك ان الحاج سلم عليك وكان حابب بنفسه يجي لولا الاحراج؟ الله يسلم من الشر. ما صارت لنا فرصه ان نقترب من بعض اكثر، لكن امنيه حياتي ان هذا يتم يا وعد. شرف بس على شرط. ما تنافسيني في السوق. سلامتك. ما تشوفي شر. كيفك الحين؟ الحمد لله أنا بخير. شكرا على جيتك يا شداد. ليش هذه الدموع؟ أنا الحمد لله بخير يا ولدي. لا أبدا، بس ما توقعت أنك تطيحي هذه الطيحة. طول عمري أشوفك قوية صلبة جبارة بأفعالك، ما تخيلت أني أشوفك متأثرة بهذه الطريقة. غصب عني أنا بشر مثل الناس،
الواحد يتخيل نفسه جبل، حتى الجبل ممكن يأثر فيها الريح. الحمد لله على كل حال، والله يجازي اللي كان السبب. ليش واقف بعيد؟ قرب مني أكثر. الأكيد أني طول عمري بعيد عنكم، وأنت بالذات كنت بعيد عنك مهما حاولت تتقربي مني. هذا كان خطأ أكبر. ليش أحس إن في شيء صاير معك؟ مالك يا شدة؟ أشوف الخوف في عيونك، من إيش خايف؟ من الأيام يا عم، خايف من الأيام الجاية ونادم على الأيام اللي راحت وما تتعود. في أشياء كثيرة في حياتنا وناس غالين راحوا بس ما يتعوضوا، وناس هم سبب همنا بعدهم موجودين. ورغم هذا كله بأمر الله إن شاء الله كل شيء يتعوض. حط توكلك على الله، هو بيهون كل صعب. عمتي، إذا في يوم زعلتك أو سمعتك كلمة تجرحك أرجوش تسامحيني. تأكدي بمسامحتي منك وقلبي راضي عليك. شداد، ليش وقف بعيد؟ حتى ما سلمت علي لما دخلت. تعاقب. يا ريت الوقت، يا ريت. قلت لك خايف من الأيام، خوفي يخليني أخاف على الكل. أعطريني هذا الأزبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى إيش فيك أنت الثانية شدة؟ يا ترى ايش مخبي لنا الايام؟ يا ترى ايش على هالامور يا ماجد؟ اكيد الكل الحين ناقم عليك، اخوانك واولادك. ادري واعذرنهم، هذا الشيء انا توقعته. ما عاش اللي يزعلك او ينكد عليك. الظاهر اني انا اللي بنكد عليهم، وخصوصا الغالية وحدي.